أن أصالح متهم بسفك دماء المصري. محدش يجرؤ يقول إنها متهم. لازم يعرف إنه ملوش مجال بعد كده مع الناس. الإخوان تنظيم يعيش في الماضي والتخلف. الإخوان هم النظام السابق. هل النظام السابق يستطيع أن يلبي رغبات الناس؟ طلع هربان من السجن وحتى الآن هم أعتبروا هربان من السجن. لأن أنا ابن الثورة وغيري كان ضدها. التعهد بضمان حقوق الشهداء. بس الاستقرار لن يكون مع النظام السابق. أهلا بكم من جديد ونتابع تغطيتنا اللحظية والمباشرة من استوديوهاتنا في سي بي سي. مصر تنتخب الرئيس ومصر بالفعل تنتخب رئيسها الآن واليوم وغدا. النهاردة اللجان فتحة حتى 9 مساء. أرجوكم ما تتأخروش وهتابع معاكم تفاصيل هذه التغطية. لكن مرة أخرى بنعزي الأمة العربية والإسلامية ونعزي الشعب السعودي الشقيق في المقام الأول لوفاة ولي العهد السعودي الأمير نايف ابن عبد العزيز. ونحاول نعرف أكتر مين هو الأمير نايف ابن عبد العزيز الإعلامي الكبير الأستاذ عماد الدين أديب. مساء الخير يا أستاذ عماد. مساء النور أستاذ لميس. أهلا بحضرتك. من كان نايف ابن عبد العزيز يا أستاذ عماد؟ لو تديني 2 دقيقة بس عشان الرجل حياته كبيرة فحاول اختصرها في كبسولة. اتفضل. في 1952 نايف بن عبد العزيز عين وكيلا لإمارة الرياض. هو واحد من 36 ابنا من الذكور للملك عبد العزيز آل سعود. في مجموعة من ولاد الملك عبد العزيز كانوا هم من أكثر الناس المقربين له، هم أبناء الأميرة حصة السديري اللي بيتسموا The Seven Sederis أو السديرين 7. فيهم كان الملك فهد بن عبد العزيز، ده اللي كان ابن من أبناء حصة السديري، بعديهم الأمير سلطان بن عبد العزيز اللي هو ولي العهد، بعد ذلك يأتي الأمير نايف، يأتي الأمير سلمان، الأمير تركي بن عبد العزيز، الأمير عبد الرحمن، الأمير أحمد. هؤلاء هم بيمثلوا المجموعة القوية داخل مجموعة نظام الحكم السعودي. توفى الملك فهد الله يرحمه، توفى الأمير سلطان، وبوفاة الأمير نايف يصبح باقي 4 فقط من أبناء الأمير حصة السديري اللي هم السديريون. في الأمير نايف كان مهم بالنسبة له ملفين مهمين جدا، اللي هو وزارة الداخلية والعلاقة بالمؤسسة الدينية والقبائل. لذلك لما حد يمسك وكالة إمارة الرياض اللي هي عصب وصرة البلد فيما يختص بالعلاقة بالمؤسسة الدينية والأمن، وبعد ذلك يصبح أمير الرياض، وبعد ذلك يصبح وزيرا للشؤون الداخلية، وبعدين في 75 من 75 هو وزير داخلية المملكة العربية السعودية، الرجل القوي الممسك بملف الأمن بمشاكله، بمشاكل الحدود، بملف اليمن. ثم بعد ذلك حينما حدثت أحداث التطرف الديني ثم مواجهة القاعدة بعد 2001، كل ده هذا الملف في يد الرجل القوي اللي هو بيشغل منصب وزير الداخلية. حدث تطور مهم جدا، وهو أن المملكة العربية السعودية الملك فيها هو رئيس الوزراء، ولي العهد هو النائب الأول، ثم يأتي ما يسمى بالنائب الثاني، وهذا منصب استحدث ليه في حالة مرض ولي العهد. فجاء الأمير نايف ليصبح النائب الثاني بعد ما مرض الأمير سلطان مرضا طويلا جدا، فأصبح في سلم السلطة أنه الأمير نايف يعني بذلك هو ولي العهد المقبل. حينما توفى الأمير سلطان في 2009 انه ابتدى يدخل الامير نايف بعد ما اصبح نائبا ثانيا اصبح وليا للعهد في البلاد. المشكله الان 3 ملفات مهمه جدا بوفاه الامير نايف. من سيمسك بملف الامن؟ المرشح في ذلك الامير محمد بن نايف اللي هو نائب وزير
الداخلية والرجل القوي في هذا المجال، أو الأمير أحمد بن نايف اللي هو يبقى أخو الأمير نايف، أيهما سيكون. المهم ملف الأمن ده مهم جدا. تأتي بقى قصة مهمة جدا وهي العلاقة بالمؤسسة الدينية اللي هي بالغة الأهمية، لأن الحكم في المملكة العربية السعودية منذ 350 سنة مشاركة ما بين آل سعود وآل الشيخ محمد بن عبد الوهاب الحنبلي. فمن هنا هو هذه القصة سيكون عليه علامة استفهام. السؤال الثالث والأهم بخلو منصب ولي العهد الآن المطروح على الجميع، هو أنه لا يوجد نائب ثاني لرئيس الوزراء، فبالتالي مش مفهوم في الترتيب مين اللي حيبقى مكان الأمير نايف. في الحالة دي نظام الحكم اللي كان أصدره الملك فهد يقول ويحدد أنه تجتمع مجلس العائلة بنظام معروف، يبعث الملك مليك البلاد إلى مجلس العائلة بترشيحات، والاقتراع فيها يتم سري، إما أن يتم بالموافقة أو يرد إليه الاسم. فإحنا عندنا 48 ساعة اللي جاية بالغة الأهمية في السعودية لتحديد أول ولي عهد مقبل على الساحة. ما كانش نائب رئيس وزراء ومش موجود في سلم الترتيب، ومن هنا ده بيفتح يمكن جدل كبير داخل الأجنحة. هل تستطيع العائلة المالكة السعودية أن تحسب منصب ولي العهد المقبل؟ لأن ولي العهد المقبل هو الملك المقبل. فهنا في مش عايز أقول إن في اضطراب في السلطة أو ارتباك في السلطة، ولكن هذا السلم اللي بيأتي نتيجة المرض وتقدم السن يطرح على المملكة العربية السعودية اختيار ولي عهد مقبل. بخلو هذا المنصب عندك مشكلة في من يمسك بملف الأمن، من يفتح العلاقات مع المؤسسة الدينية، ومن هو ولي عهد المملكة العربية السعودية المقبل. طيب بنتكلم على الاختيار في المرحلة المقبلة، حضرتك بتقول اقتراع بمين يا فندم؟ هل في مثلا عدد معين؟ يعني اقتراع بيبقى من مين يا أستاذ عماد؟ بيبقى من كل واحد من أبناء الملك عبد العزيز، وهو ممثل أو بيبعت حد يمثله من أبنائه اللي هم على قيد الحياة من فروع العائلة. في حاجة تكونت ونزل أسامي فيها وأعلنت على الرأي العام السعودي منذ عام ونصف تقريبا. هم دول ممثلي مجلس العائلة وتعمل لهم لائحة ونظام داخلي، ويجتمعوا حينما بعد أن يطرح عليهم الملك مرشح ولي العهد، وهم يقوموا باقتراع سري من بينهم ويتم إبلاغ الملك إما بالموافقة أو بشكل مهذب يردوا إليه الاسم حتى يعود إليهم باسم تاني. هل بيبقى فيه مرشح؟ هذا النظام ما حصلش لسه. يعني دي أول مرة هذا النظام يختبر؟ هذه هي أول مرة. ليه؟ لأن ما فيش حد موجود في التراتبية، لأنه كانت التراتبية عندك ملك البلاد هو رئيس الوزارة، ولي العهد هو رئيس الوزارة، وبعد أن استحدث منصب النائب الثاني لولي العهد ما عادش، ما فيش نائب تاني دلوقتي، فما فيش حد في سلم الترتيب. ليه ما كانش فيه نائب تاني؟ لعدم فتح بقى يعني قصة طويلة من الملفات، يعني رؤية أن يترك ذلك الآن. يعني رؤية أن يترك ذلك الآن. تعرف العائلة المالكة السعودية لها قواعد خاصة بها في طريق إدارة الأمور. بعض المشاكل التي يروا أنها من الممكن أن تفتح بعد القيل والقال بين العائلة تترك إلى حينها. طيب أقوى المرشحين، يعني هنا دلوقتي هم هيختاروا مجلس العائلة السعودية، هيختار من بين مرشحين ولا من بين العائلة، ولا يعني في ناس بتتقدم بالترشيحات ولا إيه بالظبط؟ لا لا لا، الملك هو الذي يرسل الترشيح، ما فيش حد اسمه حد بيتقدم. الملك يرسل الترشيحات، يرسل ترشيحه. يعني أنا أسمي فلان الفلاني وليا العهد. على فكرة القصة دي ممكن تخلص بعد النصف ساعة اللي جاية وممكن تقعد 72 ساعة جايين. مين أقوى المرشحين يا أستاذ عماد من تقييمك ومعرفتك بالشأن السعودي بدقة؟ إذا تكلمتي على الخبرة والمعرفة فهو الأمير سلمان بن عبد العزيز. أمير سلمان بن عبد العزيز يشغل منصب وزير الدفاع. وهو أمير الرياض أكثر من 40 سنة. والرجل القوي والرجل المؤتمن، وهو كان تقريبا أمين سر العائلة في كل مشاكلها الداخلية، ورجل ينتمي يعني عنده ساعة
شبكة علاقات قوية للغاية بالمؤسسة الدينية، فهو قادر على لعب هذا الدور. لكن السؤال الذي يأتي، هل من الممكن أن يأتي من هو في ترتيب السن، من هو أكبر سلا داخل اجتماع العائلة، ويقول أنتوا حاصرين الموضوع كله داخل مجموعة معينة، أنا أكبر سنا ولماذا لا أكون أنا ولي العهد؟ بس هذا الأمر بيتم بالتراضي وليس بالأكبر ولكن بالأفضل. فهنا يعني من الممكن أنه تستطيع العائلة بسرعة وبحكمة أن هي تمتص الموضوع، ومن الممكن أنه كل واحد يطالب بحقه. غير الأمير سلمان، هل في أسماء أخرى ممكن أن تطرح على الساحة؟ أنت بتشوفي دائما في اسمين ثلاثة دائما في حالات الوفاة بيبقوا دائما موجودين في المناقشات، الأمير متعب بن عبد العزيز، الأمير عبد الرحمن بن عبد العزيز، الأمير طلال بن عبد العزيز. بس فرصهم فيما يختص بمدى رضاء الأسرة أو الدفع بهم هذه تكون قصة مختلفة تماما. طيب، كون الأمير نايف رحمه الله كان مسؤولا عن ملف الأمن والداخلية، علاقته إيه بمصر؟ يعني علاقته إيه بمصر، بالأجهزة في مصر؟ يعني كانت علاقته إيه علاقته قوية يعني دايما علاقته بالنظام الحكم قوية جدا، دائما علاقته بوزارة الداخلية قوية جدا، لأن بالذات في آخر 15 سنة هناك تنسيق أمني على مستوى رفيع للغاية ما بين الأمن الداخلي المصري وما بين المخابرات المصرية ونظرائهم في المملكة، خاصة بعد 2001 في أحداث القاعدة اللي تم فيها، وبالذات الأمير محمد بن نايف استعان فيها بالتجربة المصرية في مقاومة الإرهاب وفي فكر المراجعة. وحتلاقي لو ترجعي تشوفي مراجعة الشباب اللي بيسموا الفئة الضالة أو الشباب الضال الذي قام بأعمال العنف في المملكة، هتلاقي نفس المنهج ونفس الباترون الذي استخدم في تصحيح الأفكار ومراجعة الأفكار اللي قام به شيوخ الأزهر الأجلاء، هو نفس الباترون اللي تم الاستعانة به والاستفادة من خبراته في المملكة في تصحيح أفكار الذين قاموا بأعمال العنف مثل تفجير المجمعات السكنية والمولات وقتل كثير من الأبرياء. الأمير نايف كان مريض على ما أعتقد وكان بيعالج، كان مريض من مرض عضال وكان في شيء له علاقة بمعدته وبالدم، وكان دائم العلاج في جنيف، وهو توفى في جنيف. في جنيف مش في نيويورك. عفوا، مش في نيويورك، هو توفى في جنيف النهاردة. توفى في جنيف. هل عند حضرتك تفاصيل صلاة الجنازة؟ يعني إجراءات عادة عودنا الديوان الملكي ان هو بي 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 بيصدر بيان لهذا الموضوع. القضية ان هو الان يتم الترتيب من الديوان الملكي السعودي الإعلان هذه المواعيد، لأن الجثمان موجود في جنيف، فيتم طبعا عودة الجثمان ثم ترتيبات استقبال الجثمان في مطار الرياض ثم إجراءات الدفن. فأنا أتوقع أن هي لا تزيد يعني عن يمكن بالحد الأقصى يا بكرة يا بعده حيكون ده. بس طبعا هم عشان هذا الرجل بتاريخه وكونه ولي عهد والاستقبال شخصيات كبرى من الدول العربية، أعتقد أنه ممكن تمنح 24 ساعة لهذا الأمر حتى يتم ترتيب إجراءات الجنازة. أنا بشكرك على هذه المعلومات الهامة، الإعلامي الكبير الأستاذ عماد الدين أديب، حدثنا عن الأمير نايف بن عبد العزيز رحمه الله ولي العهد السعودي الذي وافته المنية في جنيف في أحد مستشفيات جنيف اليوم بعد رحلة مرض طويلة. الآن العائلة السعودية عليها أن تختار بالتوافق فيما بينها وليا جديدا للعهد، وهو كما قال الأستاذ عماد أول تجربة بهذا الشكل، لأن ما كانش في نائب تاني لرئيس الوزراء، ما كانش في حد في التسلسل يعني في الهيراركي المهني يعني يتلو الأمير نايف، وبالتالي عليهم الآن أن يختاروا وليا جديدا للعهد. مرة أخرى بنتقدم بخالص التعازي للشعب السعودي ولخادم الحرمين الشريفين وكل العائلة
العائلة المالكة في السعودية والشعب طبعا. طيب نعود مرة أخرى للمشهد الانتخابي، والساعة دلوقتي يا جماعة 1:30، أرجوكم احنا في منتصف اليوم، يعني فاضل حوالي 7 ساعات ونص على إغلاق اللجان. أرجوكم انزلوا انتخبوا، ما تضيعش صوتك، ما تفسدش هذه المشاركة المهمة، حتى لو كنت مش مقتنع قوي بأحد المرشحين أو بكلا المرشحين، عليك أن تشارك في هذه التجربة. المعدل يعني مشاركة مهم جدا، يعني احنا كان عندنا حاجة 40% او 46% تقريبا في المرحلة الاولى، عايزين هذا الرقم يزداد. كل المصريين اللي ما نزلوش، 24 مليون اللي ما نزلوش احنا محتاجينهم، او 26 مليون اللي ما نزلوش احنا محتاجينهم ينزلوا يؤيدوا هذا المرشح او ذاك. وما تخافوش، في اشاعات كتيرة ماشية في المجتمع، في ترهيب لبعض الفئات، بقول ما تخافوش للأقباط، بقول ما تخافوش للشباب، بقول ما تخافوش لكبار السن، بقول ما تخافوش للمرأة. كل اللجان مؤمنة بشكل جيد زي ما انتم شايفين، ومراسلنا في كل مكان، ما فيش أحداث عنف حتى هذه اللحظة، أشياء بسيطة جدا، واحد أنصار مرشح ضرب مرشح آخر، دي أشياء لا تذكر. يعني حتى هذه اللحظة الدنيا ماشية كويس، ما تخافوش، ما حدش يرهبكم، ما حدش يقولك لو نزلت هعمل فيك، ما أرجوكم ما تخافوش. هذا دورنا، ده واجبنا، لازم تنزل وتضع صوتك في صندوق الانتخابات في انتخابات الإعادة، ولازم تشارك في انتخابات رئيس مصر المقبل. محمود مقبول مراسلنا في سوهاج. يا محمود، أخبار سوهاج إيه؟ سوهاج الآن حالة من الهدوء تشهدها العملية الانتخابية، العديد من اللجان تعمل بقوة وبكثافة، جموع الناخبين خرجت منذ الصباح الباكر للمشاركة في العرس الانتخابي كما أسموه. الحالة الأمنية في سوهاج هادئة تماما، كما قلت سيادتك أن هناك بعض الشائعات، وهذا ما حدث أيضا في سوهاج، عن قيام بعض القضاة بالتحفظ على أفراد الجيش الذين اتهموا بأنهم يصوتون أو يساعدون على التصويت لصالح الفريق أحمد شفيق. هذا الخبر نفته كافة القيادات الأمنية بمحافظة سوهاج تماما، والجميع لم يؤيد الخبر. الخبر كان الهدف منه كما قالت القيادات الأمنية هو جرع فتنة ما بين القضاء وبين الجيش، لكن نفته الجهات الأمنية نفت هذا الخبر، والتصويت مستمر، التصويت مستمر وبكثافة، الخروج للجميع، الأقباط، عائلات النفوذ السياسي تتصدر المشهد الانتخابي. هل في قلق محمود؟ احنا كنا سمعين ان في عمليات تخويف للأقباط، هل سوهاج بتشهد ده؟ لم تشهد سوهاج عملية تخويف للأقباط، بل أن الأقباط محتشدين أمام اللجان منذ الساعة 8 صباحا وبكثافة وبقوة، المرضى، أصحاب الإعاقات، الكل، السيدات بالأطفال خرجوا للمشاركة في العملية الانتخابية. لم تشهد إلا كما ذكرت أيضا بعض المناوشات الخفيفة التي شهدتها لجنة بني هلال بمركز المراغة بين أنصار مرشح محمد مرسي وأنصار المرشح شفيق، وتم احتواء الأزمة في حينها والسيطرة عليها دون حدوث أي تداعيات. المرأة، ظهور المرأة السوهاجية أخباره إيه؟ كثيف ولا متوسط؟ المرأة السوهاجية الآن تضرب مثالا حيا للديمقراطية والمشاركة السياسية في العرس الانتخابي، حيث أن السيدات خرجنا منذ الصباح الباكر أمام اللجان، أطفال، صاحبوا الأطفال الصغار، لم حتى السيدات الحوامل الموجودين بكثافة لم تعقم أي شيء عن الخروج للمشاركة في العملية التصويتية. لم تسجل أيضا الانتخابات إلا حالة واحدة في مدينة جرجة عقب قيام رئيس اللجنة رقم 12 بتحرير محضر ضد أحد الناخبين لقيامه بالتعدي عليه بالسب والقذف. بشكرك زميلنا محمود مقبول مراسلنا في سوهاج. أذكركم أن سوهاج محافظة صعيدية كان التفوق فيها لمرسي في المرحلة الأولى، 30% من الأصوات ذهبت لمرسي، وتلاه شفيق في هذه المرحلة كان 26%، ثم بعد ذلك كانت كتلة أبو الفتوح اللي كانت 20%، وكتلة حمدين هنا كانت ضعيفة 7%، كتلة عمرو موسى كانت مرتفعة 15%. يعني مرسي كان
202 ألف صوت، شفيق كان 177 ألف صوت، يا ترى ستحافظ سوهاج على هذا المنوال من التصويت أم أنها ستغير والفروق هتكون إيه؟ ده اللي هنعرفه في نهاية اليوم غدا وبعد غد. طيب من البحر الأحمر صلاح عبد الله مراسل الوطن، يا صلاح مساء الخير أستاذ رنين. مساء النور، إيه أخبار البحر الأحمر؟ الحمد لله الأمور تسير بهدوء تام، حيث شهدت اللجان الانتخابية منذ الصباح إقبالا ضعيفا للغاية من الناخبين، وحتى الآن لم ترصد غرفة العمليات أي تجاوزات. عندك تفسير على إقبال الضعيف يا صلاح؟ الحر ولا إيه؟ ولا الناس مش عايزة؟ الحر، وفي عدد كبير من الناخبين يعزفون عن الإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة، حيث كان الكثير منهم أعلنوا قبل جولة الإعادة عن عزوفهم في المشاركة الانتخابات لعدم اقتناعهم بالمرشحين الفريق أحمد شفيق والدكتور محمد مرسي. طبعا هي البحر الأحمر كانت الكتلة التصويتية الأكبر إدت حمدين صباحي، يعني كان 24% من تصويت البحر الأحمر كان لحمدين، تلاه عمرو موسى، ثم جاء شفيق في المرتبة الثالثة، وأبو الفتوح والمرتبة الأخيرة كانت لمحمد مرسي. بالضبط، وأكد أحد مشايخ حلايب وشلاتين أن نسبة كبيرة جدا من الناخبين بمدن حلايب وشلاتين أدوا أصواتهم لأحمد شفيق. هل يعني أنت شايف الإقبال إيه، لسه محدود مع منتصف اليوم؟ الإقبال لا زال حتى الآن محدود للغاية، وخاصة في فترة الظهيرة في ارتفاع درجة الحرارة، ومن المحتمل أن ترتفع نسبة الإقبال على اللجان الانتخابية بمدن البحر الأحمر في فترة بعد الظهيرة، فترة المغرب. أشكرك صلاح عبد الله مراسل وطن في البحر الأحمر. البحر الأحمر مش كتلة تصويتية كبيرة، لكن كان في المرحلة في المرتبة الأولى حمدين، كتلة حمدين صباحي، ثم كتلة عمرو موسى، وبالتالي إذا كنا بنتوقع أن كتلة عمرو موسى تذهب إلى شفيق، إذا كنا بنتوقع أو دي كانت المؤشرات الحقيقة من المصريين في الخارج ومن مؤشرات على الأرض، كتلة حمدين حائرة، كتلة أبو الفتوح كانت تأتي في المرتبة الرابعة الحقيقة من، وكانت في المرتبة الأخيرة كتلة تصويت الدكتور محمد مرسي. طيب نذهب إلى مطروح، محمد بخات مراسل الوطن. محمد الأول قل لي المية في مطروح أخبارها إيه؟ المية في مطروح عادت إلى مجاريها الطبيعية منذ 24 ساعة، بدأت ضخ المياه من ترعة الحمام ومنها إلى محطة رفع العلمين، ثم إلى خط المياه الألف الذي تم التعدي عليه من جانب العديد من المزارعين الذين تعدوا عليه وفجروا بعض الأماكن في الساحل الشمالي في الضبعة وفي جلالة وفي فوكة وفي مناطق سيدي عبد الرحمن، بالإضافة إلى التعديات على الترعة، إلا أن المياه حالياً وصلت إلى مرسى مطروح وإلى القرى والنجوع والأحياء السكنية. لا يعني معلش يا أستاذ محمد، دلوقتي تم إصلاح التعدي على خط المياه، ده خط المياه ده تم تكسيره وتفجيره ولا حصل إيه بالظبط؟ حصل إن هناك تعديات من بعض المزارعين ومن بعض الأشخاص، هناك المعروف منهم وهناك المجهول، هناك تفجير، كان تفجير بسكينة اللودر زائد ضرب وخرق للخط الألف بالسلاح الآلي، هناك تجاوزات غير عادية، إلا أن الحملة المكبرة التي قادتها المنطقة الغربية العسكرية ومديرية أمن مطروح بالتعاون مع شركة مياه الشرب بمرسى مطروح قادت حملة مكبرة على مدار 4 أيام، تم رصد 38 تعدي يكفو محافظة مطروح من المياه ويفيض منها. بعد أن عادت الأمور إلى مجاريها تم إحالة 60 متهم إلى النيابة، يتم التحقيق معهم الآن. هناك حملات مكبرة تم السيطرة على الموقف بنسبة 70%. هناك المياه وصلت إلى المصالح الحكومية وإلى الأماكن الاستراتيجية. المياه بتوصل كم ساعة يا بخات؟ المياه تعمل حاليا على مدار 24 ساعة بنسب الضخ حسب الروافع الستة الموجودين في الساحل الشمالي،
الذين يقومون بالضخ الى مرسى مطروح من بحوالي بطول 180 كيلو من العلمين لمرسى مطروح. يعني انت بتقولي دلوقتي 24 ساعة المية بنسبة ضخ متفاوتة. هناك العمل يسير في امرين، تخزين المياه في المخزون الاستراتيجي في محطات مياه مطروح التي تعمل في حالة الطوارئ وسعتها 120 ألف متر مكعب من المياه، بالإضافة إلى الضخ بالتوازي في خطوط وشبكات المياه للأحياء والسكنية والعزب والقرى والنجوح. يعني نتوقع خلال قد ايه المياه تعود بضخها الطبيعي ب يعني بشكل 24 ساعه لسكان مرسى مطروح وطبعا الساحل الشمالي كله؟ خلال اسبوع تعود الامور كما يجب ويكون المخزون الاستراتيجي موجود بشكل كافي وجميع المناطق السكنيه تكون اكتفت من المياه وتستقر. الامور متوسطه في المياه، معظم الاحياء وصلها مياه بس مش بالنسب الكافيه لتكفيها، لكن الامور تمشي على قدم وساق في هذا الملف. طيب اخبار الانتخابات ايه؟ وانا عارفه ان مطروح ليست كتله يعني كبيره من ادنى الكتل التصويتيه، لكن اخبار الانتخابات في مطروح ايه؟ مطروح 204 ألف ناخب مقيدين بالفعل في الكشوف الانتخابية. التصويت بدأ منذ الساعة 8 صباحا في إقبال ضعيف جدا للغاية على مستوى 81 مقر انتخابي ومركز انتخابي، داخل كل مركز انتخابي من 2 إلى 4 لجان شرعية. المطروح مطروح تمركز سلفي في المقام الاول، واعتقد ان كان الدكتور ابو الفتوح خد فيه المركز الاول المره اللي فاتت. مظبوط، وتمركز سلفي، المفروض التيار السلفي بيدعم دكتور مرسي، هل ده واضح في مطروح؟ التيار السلفي والاخوان المسلمين في مطروح يؤيدون المرشح محمد مرسي، لكن هناك طيار آخر يؤيد الفريق أحمد شفيق بالتوازي. وخلال 48 ساعة الأخيرة المشهد اختلف تماما، هناك تأييد غير عادي وفرحة غير عادية في الشارع المطروحي من حكم المحكمة الدستورية العليا، هناك ترحاب بحكم المحكمة، الكل يحترم حكم المحكمة بغض النظر، مع ان كل النواب من مطروح كانوا معظمهم نواب سلفيين. يعني 12 عضو مجلس الشعب وشورى، منهم 10 سلفيين واثنين حرية وعدالة، الجميع لم يعلق على نتيجة على حكم المحكمة الدستورية العليا. الشارع المطروحي تم رصد بتسجيلات موثقة، فرحة عارمة للحكم الدستورية العليا. المطروح الآن منقسمة بين الفريق أحمد شفيق والدكتور محمد مرسي. أنا بشكرك محمد بخات مراسل وطن في مطروح. مطروح كانت التصويت الأول للدكتور أبو الفتوح طبعا في الجولة الأولى. طيب معنا متصلة لديها شكوى، سيدة شريفة مساء الخير. أهلا بيك يا فندم، اتفضلي قولي شكوتك. حضرتك أنا كفيفة، ولما كنت دخلت اللجنة، أنا لجنة بتاعتي لجنة 9 في مدرسة السراب التجارية. أي فندم. حدائق القبة. اتفضلي. ولما دخلت كان معايا زميل في الجولة الأولى، المستشارة اللي ماسكة اللجنة كانت اتضايقت قوي إن أنا دخلت، وزميلتي هي اللي علمتني. المرة دي صممت إن هي اللي تعلم على الورقة. اخدت الورقه، ولكن صاحبتي قلت لها تبص عليها وهي بتعلم، انا ما اعرفهاش. فالورقه اللي هي علمتني عليها كان عليها في ختم الميزان على صوره محمد مرسي. ختم الميزان؟ ختم الميزان على صوره محمد مرسي، وكان في من ورا ختم اللجنه. ايوه، ده غريب قوي. ختم الميزان ده اول مره اسمع موضوع ختم الميزان. في صوره الميزان ممكن، بس ختم الميزان معمول عليها الختم، مش مقصود بالقدول، الرمز بزاويه، ممكن يكون الطباعه جت غلط فجت طباعه الرمز فوق الصوره.
ما هو حضرتك مش موجود كده، مش موجود الرمز بتاع طيب فيه. طيب ايا كان حصل ايه يعني بعد كده عملتي ايه؟ ما عملتش حاجه، انا دلوقتي بلغتهم قالوا لي اعمل محضر في القسم، بس انا لسه ما رحتش القسم، بس انا ببلغ حضرتك علشان ده ممكن الدفتر كله كده. ممكن يكون طبعا الدفتر فيه مشكله في الطباعه، انه الـ مثلا صوره الرمز جت على صوره الدكتور مرسي، لان ما فيش اختام بالميزان او بالسلم خالص موجوده المفروض الخدمه. بس طبعا كويس ان انت طب صاحبتك او اي حد معاكي ما نبهش القضيه او نبهش، هي خافت تكلم المستشار لانها كانت عامله معانا مشكله من المره اللي فاتت، فقالت لي بعد ما خرجت، طبعا كنت بعد ما خرجت كانش هينفع ادخل تاني وانا طباعي معمول في الحبر. طيب عموما يعني هنشوف ازاي نقدر، اعملي محضر يعني ده الحل الوحيد، لكن انا اتوقع ان ما فيهوش مشكله، لكن اذا كنت عايزه تعملي محضر اعتقد ان ده حقك انك انت تبلغي الحياه. الجمهور عندنا واعي جدا، المواطن المصري واعي جدا ودقيق، انا رايي ان انت تعملي محضر، لكن انا بتهيالي ان ما فيهاش مشكله يعني، بس طبعا اعملي محضر يا استاذه شريفه اذا شعرتي بده. يا جماعه عايزين نشوف بس غرف عمليات المرشحين لو سمحتوا قبل ما نخرج. طيب بسنت شحاته منين؟ من القليوبية. بسنت أخبار القليوبية إيه؟ تحياتي أستاذة لميس، أحييكي من داخل إحدى اللجان الفرعية لجنة رقم 21 بمدرسة محمد فريد الابتدائية ببنها. الإقبال بدأ في التزايد، كنا بالصباح لم يكن سوى أعداد قليلة هي التي تتوافد على اللجان، لكننا في اللجنة والآن وقد وصلنا إلى ما بعد الواحدة ظهرا وقد بدأت الأعداد في التزايد. لكن معنا على الهواء رئيس اللجنة الفرعية رقم 21 المستشار همام رجب يحدثنا أكثر عن الإقبال. كيف ترى؟ أحييك بداية معالي المستشار. أهلا بحضراتكم وأهلا بالتلفزيون وأهلا بشاشة سي بي سي. يا ريت حضرتك تكلمنا عن إقبال الناخبين دلوقتي مقارنة بالجولة الأولى. بسم الله ما شاء الله، يعني أنا شايف الوعي الشعب المصري يتزايد يوما بعد يوما، وشايف الإقبال النهاردة يعني يكاد يكون أكثر بكثير من الجولة الأولى. يعني النهاردة لم ينقطع التصويت اعتبارا من الساعة الثامنة حتى الآن، ولا يعني ولا دقيقة واحدة انقطع التصويت في التصويت على انتخابات الرئاسة في الجولة الثانية. ما هو العدد الإجمالي للجنة وكم عدد المصوتين حتى الآن؟ عدد اللجنة عندنا ما يقرب من 3424 صوت. وصل التصويت حتى الآن، والساعة تكاد تكون الثانية إلى 10 دقائق في اليوم الأول، إلى ما يقرب من 800 صوت أو ما يقرب من 1000 صوت. طيب هل يوجد أي شكاوى أو أي ملاحظات على سير العملية الانتخابية هنا في اللجنة؟ لحد دلوقتي الحمد لله كل الناخبين ملتزمين بالتعليمات وما فيش مشاكل، ومتواجد معانا مندوبة المرشحين ولا ملاحظات حتى الآن. يدخل المندوبين والوكلاء عن المرشحين ولا ملاحظات لديهم ولا لدينا على الناخبين. طيب هل هناك تعليمات بشأن الأقلام التي كانت تمحى بعد فترة من التصويت؟ هل وصلتكم تعليمات؟ هل هناك تأكيدات على الناخبين بأن يدلوا أصواتهم بالأقلام التي توجد هنا؟ هناك شائعة سمعناها منذ الصباح أن هناك أقلام تمحى بها الصوت بعد تسويد ورقة الاقتراع، إلا أن الثابت لدينا أن الأقلام الموجودة باللجنة هي الأقلام التي لا شك فيها، ولا التعليمات الخاصة من رئيس اللجنة. أنا شخصيا منعت أي واحد يوقع بالألم الشخصي بالنسبة له. أشكرك شكرا جزيلا معالي المستشار همام رجب. شكرا، شاكرين تواجدكم معنا
وشاكرين السي بي سي، ونتمنى للشعب المصري كل الرفاهية والرخاء في ظل الرئيس الجديد المنتخب إن شاء الله. شكرا بسنت شحاتة من الأليوبية. الأليوبية أيضا محافظة ذات كتلة تصويتية مهمة، كان المرتبة الأولى فيها للفريق شفيق، والمرتبة 30% المرتبة الثانية كانت للمرشح دكتور محمد مرسي. طيب نشوف أخبار المرشحين من غرف عملياتهم. الأستاذ أحمد سرحان المتحدث باسم حملة الفريق شفيق، صباح الخير أو مساء الخير يا أستاذ أحمد. أهلا مساء الخير أستاذ الأمين. مراقبتكم ومتابعتكم لمجريات اليوم أخبارها إيه وإحنا ونحن في منتصفه؟ تسمحي لي بس بتعليقين سريعين. هو يعني تقدم الحملة لخالص العزاء للشعب السعودي الشقيق ولخادم الحرمين الشريفين والأسرة المالكية في وفاة ولي العهد مول أمير نايف بن عبد العزيز، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يلهم الشعب السعودي الصبر والسجوان. النقطة الثانية لو تسمحي لي أيضا أحيي الأخت التي اتصلت وهي كفيفة وحاولت بوعيها ده تدي درس لكل المصريين، حتى لو ما قدرناش نستوعب بالضبط إيه المشكلة اللي واجهتها، لكن الوعي ده يعني عند ذوي الاحتياجات الخاصة إحنا في لحظة تاريخية فعلا بجد فعلا فعلا يعني أحييها جدا على وعيها ده. ده حقيقي. النهاردة نعتقد المصريين بينتخبوا بوضوح شديد ما بين دولة دينية ودولة مدنية. لاحظنا بعض التجاوزات بنبلغ بيها وقتها، احنا ما اصدرناش بيان بالتجاوزات كما فعلت الحملة الاخرى، لانه نعتقد ان الصحيح لو عندنا دليل وصور وفيديوهات ومسجلة نقدم بيها بلاغ ونعمل بيها محضر مباشرة، وده اللي احنا بنعمله من الصبح. لاحظنا ورقة دوارة، ولكن زي ما قال عضو اللجنة الانتخابية ان الامر ورقة دوارة سيتم التعامل معها بحزم ومش هتبقى ليها دور كبير في التزوير. لاحظنا ايضا حشد كبير جدا للاخوان بنقل السيارات، الموضوع ده بنشاهده في جميع الانتخابات الماضيه في من اول انتخابات الاستفتاء والشعب والشورى والجوله الاولى والنهارده بنفس الاسلوب بنفس الطريقه بنفس السيارات بنفس الاماكن. فنتمنى طبعا من المصريين ينزلوا بكثافه حتى ما يبقاش الحشد ليه طرف واحد. لاحظنا ايضا وده خبر حتى 12 خلاص، انه يعني تعرض احد المواطنين اللي كان بيؤيد شفيق الى الطعن بسكين من مؤيد لمرسي. لاحظنا بعض المشاجرات في بعض الاماكن اللي فيها كثافه اخوانيه لو ما بقى فيه واحد او سيده، يعني انا مش عايز اقول طيب. بدون يعني بس دي بس معظم ملاحظاتكم دي في الاطار يعني التجاوزات الكبيره ولا التجاوزات المحدوده؟ اعتقد تجاوزات محدوده لن تؤثر على العمليه حتى لو كانت من الطرف الاخر. حضرتك تعلمي ان احنا اعلنا من اول يوم قبولنا بالنتيجه ايا ما كانت، وانه فكره التزوير دي في وجود العدد الهائل من القضاء وتامين القوات المسلحه ورجال الشرطه واقبال الناخبين هي الضمانه الكبيره ضد التزوير. دكتور استاذ سرحان، ليكم مندوبين في كل اللجان هيباتوا قدام اللجان؟ يعني احنا اعتقد المبيت دي يعني رفاهية زيادة، ونشكر اللجنة عليها لانه نثق في تأمين القوات المسلحة وتأمين الشرطة. حضرتك تعلمي ان في الجولة الاولى يمكن احنا الحملة واجهتنا بعض الصعوبات في تأمين عدد كافي من الناس من المتطوعين المندوبين. نعم. الحمد لله بعد الجولة الاولى وبعد تقدم الفريق احمد شفيق للجولة الثانية جالنا عدد هائل جدا من المتطوعين، عملنا على كل واحد فيهم تشيك اب او تأكيد من السي في بتاعته او سيرته انه هذا المتطوع يستطيع ان يتحمل مسؤوليه وليس لديه مثلا. يعني عندكم عدد كافي من المندوبين الان ان شاء الله؟ الحمد طيب. لله المره دي باذن الله يكون عندنا عدد كافي. اشكرك استاذ احمد سرحان المتحدث باسم حمله الفريق شفيق، وهنتابع معاك طبعا طوال اليوم وغدا تطورات الاحداث. ومعي على الهاتف ايضا دكتور احمد عبد العاطي منسق حمله الدكتور محمد مرسي. دكتور عبد العاطي مساء الخير. يعني ملاحظاتكم على اليوم حتى منتصفه الآن، وأعتقد أن أنتوا أصدرتم بيان. احنا أصدرنا بيان الأول الساعة 11 صباحا وعندنا مؤتمر صحفي بعد 5 دقائق من الآن. ماذا ستقولون فيه يا دكتور؟ والله احنا رصدنا العملية الانتخابية من البداية، كان الإقبال جيد منذ الصباح، الناس حريصة، وأعتقد في جزء كبير منها مستفز من ما حدث في آخر يومين، وبالتالي ده زود الإقبال على صناديق الانتخاب. رصدنا عدد من التجاوزات في عدد من اللجان، عملنا بها بعض المحاضر في كان أبرزها كان في اسكندرية في بعض معسكرات الأمن المركزي، شوهد بعض الأوتوبيسات دخلت فارغة وخرجت ببعض المدنيين. رصدنا في بعض اللجان مثل مدرسة المؤسسة في لجنة رقم 20
أسماء متوفين في كشوف الانتخابات في المنوفية، مندوبين أيضا رصدوا بعض سيارات الشرطة منها على سبيل المثال سيارة مازدا رقم 76024 فيها أوراق انتخابية مغطاة بمشمع في مدينة أشمون. في العديد من التجاوزات في الورقة الدوارة اتعمل بيها محاضر في عدد من المدن كان أبرزها في الإسكندرية. يعني ما طيب ماذا تقولون حول الـ يعني عرفنا من اللجنة العليا للانتخابات إن كان في محاولات تسويد وإن كان في دفتر مسود جزء منه للدكتور مرسي خرج من المطابع بالشكل ده، ماذا تقولون في ذلك؟ يعني الدفاتر التي خرجت من المطابع هي بشكل خاطئ والتي تعرف عليها مندوبينا ومندوبين المرشح الآخر تم عمل محضر بها ومضى عليه كلا المندوبين على انه خطأ اتى بهذا الشكل. هذا الامر لم يحدث لنا ولكن حدث للمرشح الاخر في المنوفية وبالتالي اثبتنا الواقع بمحضر رسمي. حتى الان هذه التجاوزات التي نرصدها والتي يرصدها مندوبينا بنقوم بعمل محضر بها، نحن الى حد ما قلقون من بعض هذه التجاوزات وخاصة من الورقة الدوارة، وبالتالي ما زلنا على مدار اليوم سنصدر بيانات متتالية لرصد هذه الأمور ونرجو أن القضاة في اللجان يكونوا أكثر يعني انتباها لمثل هذه المحاولات لأن الشعب المصري لن يسمح لأحد أن يزور إرادته. شكرا دكتور أحمد عبد العاطي منسق حملة الدكتور محمد مرسي، والاطلاع وده تليفون الأخير للاطلاع على ماذا يحدث في مجلس الشعب الآن بعد قرار الحل المستشار سامي مهران أمين عام مجلس الشعب. مساء الخير يا سيادة المستشار. مساء الخير. يعني هل وصلتكم الجريدة الرسمية التي نشرت خبر الحل؟ يعني قل لي بالضبط آليات تنفيذ ذلك، ما موقفكم؟ وأنا حاليا موجود في المنزل. موجود فين يا فندم؟ في المجلس. وصلنا الجريدة الرسمية اللي فيها الحكم. أيوة وصلتكم الجريدة الرسمية. طيب يعني ذلك يعني هل ده بوصول الجريدة الرسمية إلى يدك التنفيذ بقى ولا ايه بالظبط؟ اشرح لنا. لسه هنبحث بقى الحاجه دي، انا لسه في البيت يعني ما عنديش فكره عن اي حاجه لسه حتى. لا يعني حضرتك يعني طبعا انت رجل قديم في المجلس ويعني مستشار كبير وعارف التقاليد والاليات، يعني اشرح لنا ايه هي الاليات يا سياده المستشار. الاليات لازم يصدر قرار بالتنفيذ بقى، لازم هيتنفذ. ايوه حضرتك منتظر قرار ولا الجريده الرسميه تكفيه؟ الجريده الرسميه وبيحدث بعد ذلك قرار بالتنفيذ. القرار بيجي منين يا سيادة المستشار؟ هيجي من المختص بقى. المختص ده بيبقى ايه، المجلس العسكري الجهة مثلا؟ الجهة المختصة. اللي هي ايه يا فندم؟ اللي هي المجلس العسكري. طيب عندما يصلك القرار التنفيذ بيبقى يعني اشرح لي آليات التنفيذ. القرار بيقول ايه؟ يعني ايه القرار بيقول ايه؟ القرار بيقول ايه؟ ما تصنيش حاجة، لما نشوف القرار بيقول ايه نعمل بيه يعني القرار. حضرتك مش شايف ان القرار ان هذا ان حكم المحكمه الدستوريه نافذ حتى يصل القرار؟ لا مش شايف انه نافذ، انا بقول تنفيذه حكم المحكمه الدستوريه بيبقى نافذ من تاريخ نشره في الجريده. من اذا هو نافذ من تاريخ نشره وخد نشره بالفعل. إيه الاليه اللي تنفذه؟ طيب حضرتك يعني كنت موجود في المجلس يا فندم في سنه 90 لما اتحل المجلس القديم؟ لا سنة 90 لا، ظروف تانية، كان في رئيس جمهورية وكان الدستور بيقول لك لازم يتحل باستفتاء. فعرض على الاستفتاء وهي مرتين سنة 90 وسنة 87. لكن هذه المرة حضرتك لا تعتقد ان هو محتاج يتعرض على استفتاء؟ لا يتعرض على ايه؟ الدستور الحالي ما بيقولش الكلام ده. طيب كان دستور 71 بيقول لازم استفتاء. طيب وبالتالي اليات التنفيذ ايه؟ يعني مثلا حضرتك لسه ما اناش عارف اليات التنفيذ، هيبقى المجلس العسكري لسه يطلع قرار لسه هنشوفه. ايوه بقى. لما المجلس العسكري يطلع قرار دلوقتي حضرتك مجلس الشعب بيقول القرار ايه بقى؟ يعني قيل مثلا ان عناصر من الداخليه رفضت دخول عدد من النواب والداخليه نفت. لا ما انا ما سمعتش ان في حد من النواب اترفض، انا ما سمعتهاش. حضرتك ما سمعتش لم يصل اليه؟ لا ما يصل الى علمي هذا خالص. طيب يعني النواب عادي يدخلوا مجلس الشعب طبيعي؟ النواب السابقين يعني اللي هو في مجلس المنحل؟ اي نائب سابق وبتاع ما يدخل اهلا وسهلا، حتى لو النواب من المجلس اللي قبل اللي فات، اي نائب احنا ما بنمنعش حد من الدخول اذا كان الجمهور بيه. طيب ال واضح ان في كردون امني ايضا امام مجلس الشعب. نعم يعني في تحصينات امنيه امام مجلس الشعب ما زالت موجوده. انا ما شفتهاش التحضيرات الامنيه، انما هو التحضيرات الامنيه موجوده من شهور سابقه يعني.
طيب لما ما شفتش هل صدرت تعليمات؟ طيب الدكتور الكتاتني يدخل مكتبه طبيعي؟ يعني انا بس بسال عن الاليات. يدخل ما فيش، عنديش فكره عن اي حاجه. انا بقول لك انا حاليا النهارده وبكره اجازه. يوم الاثنين هيبدا الكلام ده. يوم الاثنين يعني النهارده وبكره اجازه. يوم الاثنين اجازه، احنا رايحين ننتخب النهارده بقى. حضرتك ما زلت في انتظار قرار يصلك من المجلس العسكري بالظبط كده، وشايف ان نشره في الجريده الرسميه لا يكفيك؟ لا، ما قلتش نشره لا يكفي، انا بقول عايز قرار تنفيذي. قرار تنفيذي يقول لك تنفذ يعني ايه بالظبط؟ بقول لك نشره في جريده لان القانون المحكمه الدستوريه بيقول كده، انما لابد ان اي حاجه تسمي يبقى لها قرار تنفيذي. حتى الشخص لما يموت بتطلع له شهاده وفاه، يعني اي حاجه لازم يطلع لها قرار. طيب اشكرك سياده المستشار سامي مهران امين عام مجلس الشعب. اذا وصلته الجريده الرسميه التي تحمل قرار حل المجلس، لكنه ما زال في انتظار قرار تنفيذي من المختص، والمختص هنا هو المجلس العسكري. اخر خبرين قبل ما نخرج، انه في 6 حالات من الاصابات، معظمها اغماءات وحالات من الحر او مغص كلوي في القاهره، و في تحذيرات من وزير الداخلية، نتمنى ان هو خلال الفقرة القادمة تكون موجودة عندنا، بان في ناس بيرتدوا ملابس بالشرطة بملابس. طيب ده الفريق شفيق يدلي بصوته منذ قليل. هذه التحذيرات صدرت من وزير الداخلية، لكن عندنا فيديو ان شاء الله هتبعت لنا فيديو تكون معنا مع زميلي خيري رمضان. والعزاء غدا في وفاة الأمير نايف بن عبد العزيز في المملكة السعودية، ايضا بعزي الحقيقة صديقنا سفير المملكة السعودية في القاهرة السفير قطان، صديق عزيز ونعزيه ايضا في وفاة ولي العهد السعودي. اذا هنخرج فاصل، والاستاذ زميلي الاستاذ خيري رمضان حيتابع معكم هذه التغطية المكثفة واللحظية لكل مجريات أحداث اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية. ابقوا معنا على CBC، الأخبار دايما عندنا هنا بس. بعد الفاصل. هذه هي قرية قطيفة مباشر التابعة لمركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، وهي القرية التي تنتمي إليها عائلة الفريق أحمد شفيق، وعاشت فيها لسنوات طويلة. وبالرغم من أن شفيق لم يعش فيها، إلا أن الأهالي يعتبرونه واحدا منهم لكونها مسقط رأسه. جده هو اللي كان هنا مقيم، ولهم أرض، والمنزل بتاعهم جنب المنزل بتاع على طول هنا هو. وطبعا المنزل حتى اللي أنا فيه دوت جزء من بيت ولاد عمه اللي كانوا مقيمين هنا وسافروا القاهرة برضه. جده وأبوه من أهالي قطيفة مباشر، جده كان عمدة قطيفة مباشر، بإضافة أن جده كان راجل صوفي، كان شيخ مشايخ الطرق الصوفية. بعد ما جده توفى، فطبعا الأرض بتاعت جده تقسمت على الورثة، فهو طلع خد نصيب والده. دول اللي بدأ ينزل البلد لما إجا تعاقد مع المزارعين هنا في الجمعية الزراعية، وكان في بينزل في كل موسم حصاد يحاسب المزارعين بتوعه وياخد الإيجار بتاع أرض. دي الحالات اللي كان بينزل فيها البلد. وبالرغم من المرات القليلة التي زار فيها الفريق أحمد شفيق مسقط رأسه، إلا أن بعض المتطوعين بالقرية قاموا بإنشاء مقر انتخابي للدعاية له ومساندته في العملية الانتخابية، وذلك على نفقتهم الخاصة. أنا عملت المقر هنا عشان الفريق أحمد شفيق من البلد، وراجل ليه تاريخ كبير سواء في وزارة الطيران وابن البلد، لازم اعمل له مقر. بنطلع بناخد عربيات وبنلف فيها القرى المجاورة لنا، واصحابنا اللي احنا نعرفهم بنشرح لهم فكرة يعني ما عملوا الفريق احمد شفيق اثناء خدمته في الشغل بتاعه، وبنحكي لهم ايه عمل كذا وعمل كذا ونشاطه، اذا كان مش عارفين حاجه عنه بنبتدي ننقل لهم نفس الصوره اللي هو اللي احنا نعرفها عنه. ده اقل حاجه نقدر نعملها لسياده الفريق احمد شفيق. احنا اهالي قريه قطيفة مباشر اللي بتمتد جذور الفريق احمد شفيق لها، ده ابننا وده اقل حاجه ممكن نعملها هنا في القريه. ويبلغ عدد سكان القريه حوالي 5000 نسمه، وتطلعات اهلها هي نفس تطلعات الشعب المصري في رئيسه القادم من حيث اتباع سياسات اصلاحيه في شتى المجالات. هشام الرباط، CBC.